لم تغب فكرة إنشاء مؤسسات دولية موازية للمؤسسات الدولية الموجودة حالياً. أنشأت بريكس بنكها في 2014 في شنغهاي، ويصل رأس ماله إلى 50 مليار دولار على أن يتضاعف بأسرع وقت ممكن. كما أسست المجموعة صندوق الاحتياط النقدي لدعم احتياطات نقدية طارئة ب 100 مليار دولار تدعم الدول في سداد ديونها. الأهم بالنسبة للمعاقبين كروسيا التبادلات المالية الدولية بديل نظام سويفت. الجزء الأصعب. لم يعرف عالم المال والتجارة منذ 1973 للتعاملات المالية والبنكية إلا سويفت. تستخدمه أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم. البديل موجود بالفعل، أو بالأحرى أوجد منذ عام 2014. هدد الغرب باستبعاد موسكو من النظام بعد أن ضمت القرم، ولم يستطع الغرب فعلها حينها كون 300 مؤسسة مالية روسية تستخدم النظام، ثاني أكبر مستخدم في العالم لسويفت بعد الولايات المتحدة. بعد 8 سنوات نفذ التهديد كعقوبة لروسيا في حربها على أوكرانيا، ففعلت SPFS وأجرت أول تجربة ناجحة له في 2017، وهو اليوم في خدمة 400 مؤسسة. في 2019 تم ربط النظام الروسي بنظام التحويلات الصيني CIPS الذي ابتكرته بكين منذ 2015، وهنا يأتي التهديد لسويفت. كم يبلغ عدد المتعاملين بالنظام الصيني؟ 80 مصرفاً، لكن المتعاملين غير المباشرين وصل عددهم إلى 1357 شريكاً يغطون أكثر من 148 دولة. بالتأكيد يتمتع بجاذبية كبيرة بين أعضاء نادي المعاقبين أمريكياً وغيرهم ممن يتلقون أموالاً لمشاركتهم في مبادرة الحزام والطريق الصينية.